في خامس يوم من حملته الانتخابية، نشط المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر القادم عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة، أين تعهد في حال انتخابه رئيسا للبلاد بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات لتجريم تدخل المال وتلطيخه للاستحقاقات مهما كان نوعها. اللي ما عندوش المال يصعب عليه باش يتقدم الانتخابات، إذا تكون فيه قوانين فاصلة رادعة، تكون فيها بعض البنود لتصبح جناية المس بالانتخابات وتلطيخ الانتخابات بالمال، وتكون فيه كذلك قوانين فيما يخص الشباب باش الدولة اللي تقدم الانتخابات الدولة تتكلف بجزء أو كل الحملة الانتخابية نتاعو. تبون الذي أرسى برنامجه الانتخابي على 54 بندًا جدد التزامه أمام مؤيديه بالحرص على تسليم المشعل للشباب وتمكينهم من الوصول إلى المراكز التي يستحقونها. اليوم جاء الدور تاع الجيل الجديد باش يستلم المهام السياسية والمهام الانتخابية والمهام الاقتصادية، وأنا ألتزم مع هذا الجيل أنها ستكون الفرصة لتسليم، وتسليم قانونيا، وتسليم تقاليد تاع التسليم، نفتح الباب باش ما يزيدش يتغلق الشباب. المترشح أكد على ضرورة تمكين الراغبين في التعبير عن آرائهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع خشية من مخاطر وتداعيات ما وصفه بالمرحلة الانتقالية.